قدامي شوية ناس عايز أعرف بيفكروا في إيه. إيه رأيك ياض يا عمر تستخدم نفس فكرة ماجنيتو عشان تعرف بيفكروا في إيه دلوقتي؟ طب والله تصدق فكرة حلوة. نزلت مع تمساح لقيت نفسي إني حبكوا بالله الشكل يا محمد محروس ولا ما أنا ليه ده ازيكم يا جماعه؟ النهارده حلقه جديده من ستيفلر رياكشن. هنعمل تريلر رياكشن لفيلم اكس مان دارك فينيكس. التريلر نزلت من كام يوم بس لسه ما شفتهاش خالص ولا مره. هشوفها معاكم دلوقتي لاول مره. يلا بينا. I'm not giving up on you, Jean. She was my friend. You're my family, Jean. No matter what. Stop, stop, stop! Look. You're special, Jean. And if you stop fighting that force inside you, if you embrace it, tell me how we fix this, Charles. Tell me what to do. I don't know what to do. It's your fault, Charles. I tried to protect her. The girl dies. She's still Jean. We can still help her. Sometimes you want to believe people are something that they are not. She's coming. اوكي يا جماعه، انطباع الاول مش سلبي، ايجابي لحد ما، بس مش عارف، مش حاسه، مش قلب مش مطمن له كده. حاسه هيبقى زي الجزء اللي فات، الجزء اللي قبليه اللي كان ما خايب ظني قوي. الجزء اللي هو بتاع اللي كان قبل ده اللي هو اكس مان ابوكاليبس دارك فينيكس، حاسه هيبقى احسن منه، بس مش عارف. انطباعاتي الاولى يعني مش عايز اقول سلبيه قوي وايجابيه قوي، مش ما بقتش بصراحه، ما بقتش متحمس لافلام اكس مان زي ما كنت متحمس لها الاول. انا من وجهه نظري شايف ان خلاص يعني السلسله طولت قوي زياده عن اللزوم، كان يعني كفايه قوي كان لحد دايز اوف فيوتشر باست ولوجان طبعا. يعني لو هنتكلم كانديفيديوال سوبر هيرو اللي هو لوجان هيو جاكمان، انا بتكلم ككله مع بعض يعني ماجنيتو واكزيفير وكده. يعني انا شايف ان السلسله طولت قوي زياده عن اللزوم وخلاص، حسيتها ابتدت تبوخ يعني، بالذات ان ابوكاليبس اللي هو كان الجزء اللي كان قبل ده ما كانش قد كده يعني. انا ما عجبنيش خالص يعني. انا بالنسبه لي شايف ان من وجهه نظري كان من احلى الافلام بتاعت اكس مان كان دارك في سوري كان دايز اوف فيوتشر باست، وبعد كده بعديه على طول لوجان. يعني اللي فهمته من التريلر ده ان جين اتحولت لفينيكس وبتحاول تقتلهم، فهم يعني هم مش عارفين هل يقتلوها عشان ينقذوا البشريه ولا يخلوها، مش عارف. حاسه هيبقى فيلم مش قد كده بصراحه يعني، على الرغم من ان انا من محبي السلسله جدا على فكره. ابتديت اتفرجت عليها من اول لما اتعملت يعني سنه 2000 وكده. انا من كتر ما السلسله يعني من كتر ما السلسله فيها افلام كتيره يعني تقريبا الاحداث كلها دخلت جوه بعضها، فاللي هو خلاص يعني الواحد كفايه قوي بقى اكس مان لحد كده يعني. الكاست هو تقريبا بتاع الاجزاء اللي فاتت، هو جيمس ماكافوي وصوفي تيرنر
مايكل فيسباندر وكان في مين وهال باري وجينيفر لورن وطبعا ايفن بيترز اللي هو صاحب شخصيه كويك سيلفر اللي هو انا شايف ان من احسن مشاهده في سلسله اكس مان كلها كان بتاعه دايز اوف فيوتشر باست. بتاعه ابوكاليبس ما عجبتنيش قوي, المشهد بتاعه ما عجبنيش قوي في ابوكاليبس, بس عجبني جدا اللي كان في دايز اوف فيوتشر باست, كان واحد من احلى المشاهد اللي اتفرجت عليها في سلسله اكس مان كلها. وطبعا اكيد طبعا في التريلر هنا كان موجود برضو نفس مشهد برضو كويك سيلفر, فاكيد هيبقى في مشهد في الفيلم. يعني مخرج الفيلم هو سايمون كيمبرغ, ده يعتبر اول فيلم كاخراج هو هيعمله, بس هو ليه طبعا تاريخ كبير في البرودكشن وبرضو نال ترشيح اوسكار من كام سنه كان عن فيلم ذا مارشن كبروديوسر, كان كبست بيكتشر اوف ذا يير وطبعا ما كسبش. وليه طبعا حاجات كتيره جدا عملها, كان منها اكس مان دايز اوف فيوتشر باست وديدبول الجزء الاولاني على ما اتذكر وليزيوم وديس مين وور فانتاستيك فور بتاع 2015 اللي كان فيلم زي الزفت اصلا, فيلم سيء جدا. وكان برضو بروديوسر بتاع اكس مان فيرست كلاس, يعني هو راجل تقيل يعني شبه حد كده عندنا. موعد الفيلم في 7 يونيو 2019, نسبة ترقبي للفيلم 8.5 من 10. هو حدي يعني حدي فرصة تانية لإكس مان اللي هو يعني يخيب ظني, يعني أتمنى إن هو ما يخيبش ظني. يعني أنا كشخص واحد من أشخاص المحبين السلسلة حدي للفيلم ده فرصة أخيرة في الجزء ده, لأن زي ما قلت لحضراتكم أنا ما بنحبش السلسلة, ف بس انا شايف ان خلاص السلسله ما بقتش حلوه زي الاول. وفي طبعا هنستنى برده ذا نيو ميوتنز هينزل برده السنه دي, لسه ما اتحطلوش ميعاد عرض, كل شويه بيغيروا في مواعيد العرض, مره يقولوا شهر 4 مره يقولوا شهر 5 مره يقولوا شهر 6, فلسه ما فيش موعد عرض محدد يعني في ذا نيو ميوتنز. وعايز اعرف هو اللي برده اللي مش قادر افهمه ان ذا نيو ميوتنز هيبقى جوه اليونيفرس ده او ولا هيبقى يونيفرس تاني لوحده. الى حد علمي اللي كنت اعرفه ان نيو ميوتنز الفيلم اللي هينزل هيبقى في اليونيفرس بتاع لوجان, في اليونيفرس بتاع لوجان الاطفال اللي كانوا موجودين في فيلم لوجان ده المفروض, يعني على حسب علمي ان هم هيطلعوا في فيلم ذا نيو ميوتنز. هيبقى في كذا شخصيه حتى كمان بتاع سترينجر ثينجز, انا برضو من محبين جدا المسلسل ده. بس فانا بقى عايز اعرف هل ذا نيو ميوتنز هيبقى جوه يعني جوه سياق العالم ده ولا لا, ولا هو ما لهوش علاقه بالعالم وده عالم تاني, يعني الدارك يعني اكس مان عالم ونيو ميوتنز ده عالم تاني, ولا هل هيحطوا الاثنين مع بعض ولا ايه, انا مش عارف برضه. المهم خلينا نترقب الفيلم ده وهنشوفه باذن الله. اتمنى ان هو يبقى كويس يعني, ويعني اقوم السلسله شويه, لان زي ما قلت برضو في الاول الجزء اللي فات كان الى حد ما انا من وجهة نظري انا شايفه كان سيء مقارنة بديز و فيوتشر باست وكده. بس ما عنديش انطباعات تاني, اتمنى لكل الحلقة عجبتكم وان شاء الله استناكم في حلقات تانية قريب. ما تنسوش تعملوا لي لايك وسبسكرايب وشير لو الحلقة عجبتكم, وما تنسوش تعملوا لي فولو على فيسبوك وانستجرام وتويتر, واشوفكم الحلقة الجاية ان شاء الله. باي باي. It's too late.